صباح الخير مشاهدينا، منلتقى اليوم مثل كل يوم بفكرة جديدة من أوروسكوب. فكيف ممكن تكون حالة أبراجنا لليوم؟ منكتشف سوا ومنبلش مع برج الحمل. مهنيا ما تتردد أنك تاخد المبادرة وما تخلي بعض خيبات الأمل تحبطك، خلي ثقتك بنفسك كبيرة. أما عاطفيا بتوقف بوجه الأيام الصعبة يلي ممكن تقطع عليك وإنت والشريك وتبينوا للكل قوة علاقتكم. صحيا بتحاول الترفيه عن حالك ببعض النشاطات والمغامرات الرياضية، لكن انتبه من بعض التشنجات يلي ممكن تصيبك نتيجة التعب. الثور مهنيا من الهين عليك اليوم انك تقوم بالاتصالات وتكون اكثر دبلوماسيه مع المحيط، وما تستحي تطلب المساعده من الزملاء في حال حسيت انه كثير المسؤوليات صارت عليك. عاطفيا بتتقرب من الحبيب اكثر وبتكتشف الكثير من الامور المشتركه يلي بتجمعك فيه. صحيا الوقت مش مناسب لترجع تفتح مشاكل قديمه ممكن تبعدك عن الشريك. الجوزاء مهنيا فرص جديده بتتقدم لك لتطور شغلك وتوصل لهدفك يلي صار لك مده عم تخطط له. عاطفيا ما تفزع من نجاح الحبيب بشغله، شجعه وخليك حده فهو بحاجه لدعمك. صحيا اذا اخذت قرار تخلص من مشاكلك الصحيه فكر بالحلول يلي راح تكون عند الطبيب المختص بهيدي الامور. نوصل للسرطان مهنيا بتركز اليوم على قضايا مادية ومالية وبتاخد كل وقتك واهتمامك. عاطفيا بتخلط الشؤون العاطفية بالمصالح العملية مما بيأثر على علاقتك بالشريك، فانتبه من هيدا الموضوع. صحيا دروس مع طبيبك العلاج الأفضل لتتخلص من الشراهة وتستفيد قد ما فيك من النظام الغذائي اللي رح ينصحك فيه. بنكمل مع الأسد مهنيا بتركز على التقدم ومساعدة أحد الزملاء بالعمل، وبالمقابل الكل بيقدر هيدي المساعدة وخصوصي أنه الوضع شوي دقيق بمجال شغلك. عاطفيا استشير الحبيب بقراراتك المحتار فيها وما تتسرع بتصرفاتك تما تندم بالمستقبل. أما صحيا استفيد من أوقات فراغك وحاول أنك تعمل مشاريع ونشاطات ترفيهية مع العائلة. برج العذراء مهنيا بيبتسم لك الحظ وبيأمن لك عرض عمل ولا ممكن كنت تفكر فيه، وبيرفع لك أسهمك بالشغل يلي أنت فيه حاليا. عاطفيا الحكم يلي أصدرته على الشريك ممكن يكون غلط، فعيد حساباتك واعتذر إذا لزم الأمر. صحيا المشي مفيد لصحتك فما تهمل هيدا النوع من الرياضة. الميزان مهنيا الظروف مناسبة لتقدم موهبتك وتطلعاتك وبتلاقي الدعم من كل المحيطين فيك، فاستفيد من الوضع. أما عاطفيا ما تزعل على نهاية علاقة كان فيها كتير مشاكل، فيمكن القدر يكون مخبي لك الأفضل منها بالمستقبل. صحيا قلة الرياضة وكثرة الأكل الدسم ممكن يسببوا لك مشاكل صحية، فانتبه على حالك من هذا الموضوع. عزيز العقرب مهنيا بتسهل عليك بعض الأمور يلي كنت مستصعبة بأول فترة من الوظيفة الجديدة وبتاخد تنويه على مجهودك بالشغل. أما عاطفيا بتتعرف على شخص جديد ممكن يأثر عليك إيجابيا وبتحس حالك مرتاح بالعلاقة معه. صحيا قم ببعض النشاطات الجديدة يلي فيك من خلالها تكسر الروتين اليومي يلي عم تقطع فيه. القوس مهنيا عندك اليوم قدرة كبيرة على الإقناع وبتستفيد من الوضع لتوصل وتوصل فكرتك للمسؤول عنك. عاطفيا خجلك وترددك ما عم بيخلوك تتقرب من الحبيب وتتعرف عليه أكثر، وهذا الشيء عم بيأثر سلبيا على علاقتكم. صحيا ممكن مشاكل بالعيون تكون سبب أوجاع راسك، فاستشير طبيبك الخاص وخذ برأيه. ننتقل لبرج الجدي مهنيا كون جريء اليوم وبين قدرتك على تحمل المسؤوليات الجديدة لأنك قادر على إدارة أعمالك بطريقة ممتازة. عاطفيا أول روابط بينك وبين الشريك وخاصة بعد المشاكل الكبيرة يلي صارت معكم بالفترة الماضية. صحيا ما تعود الأمور واستمتع بحياتك لأن الحياة حلوة. قدروا إصرارك اليوم كتير واضح لتنهي شغلك على السريع، لكن أوقات بيصير في عرائيل منك متوقع أبدا، ما تتهور وبعد قد ما فيك عن العصبية. وأخيرا مع برج الحوت اليوم فيك تبرهن للكل أيها الحوت ولكل المحيطين فيك عنيتك الصافية ومصداقيتك بالعمل ويلي بيساعدك على هالشي ثقتك الكبيرة بنفسك. أما صحيا فأنت راضي عن نتائج الفحوصات يلي عملتها من فترة وبتقرر تكفي بذات النظام اليومي يلي ماشي فيه لك فترة. أما مولود اليوم فهو ذكي كتير ونشيط، بيعرف يستقطب المحيطين فيه ويقنعهم بوجهة نظره، بحب السفر والتعرف على مناطق جديدة، عائلته هي من أولوياته وبخصص لها معظم وقته.
لبنى من الإمارات حابة تعرف بشكل عام عن حظ برج الميزان لعام 2019. بالنسبة للأمور المهنية هي أفضل من السنة الماضية، فأحلامك رح تتحقق ويمكن تحصل على ترقية، فحركة الكواكب عم بتكون داعمة لبرجك وعم بتأثر إيجابيا عليك. أما بالنسبة للأمور المالية فمن الأفضل، رغم أنه الدخل منه قليل بس المصاريف رح تكون كتيرة. من الناحية العاطفية ببلش برج الميزان سنته بصعوبة، لكن تتحسن الأحوال تدريجيا. أصدقائي أنتم كمان فيكم تتواصلوا معي عبر الإيميل horoscope@hotmail.com وتسألونا عن أي معلومة حابين تعرفوها بتخص برجكم أو عالم الفلك. أنا بلاقيكم بكرة بمعلومات جديدة وفكرة جديدة من أوروسكوب.